شيخنا الله يحفظك، هل ورد شيء صحيح في النهي عن قول بالرفاء والبنين؟ ورد حديث عن رسول الله لكن أنا بعيد وعهد بتحقيقه. طيب شيخنا يسأل، هل لفضلكم عن قريب كتاب مؤلف في الفقه؟ إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله، وهذا الأسبوع خلص كتاب في العقيدة طيب والحمد لله، وعن قريب بإذن الله يخرج كتاب في الفقه ميسر بإذن الله بإذن الله. أفضل الله بقاك على الطعام. هلا يعني